أنا اليوم من تبسي، يعني أتوقع كثير يعرفون هذا المطعم ويعرفون لذاذة هذا المطعم، مو بس كذا يعني أعتبره من المطاعم يعني الباكيجينج اللي فيها وطريقة تقديمهم للأشياء من أرتب ما يكون. أين استراحة؟ أنتي وصحباتك جاكم ضيف فجأة؟ صدق صدق تبسي عليهم أشياء لذيذة جدا، حتى يعني مثلا إذا أنتم موظفين أرجع أقول مرة مهتمين بطريقة التغليف. يعني فعلا ما تتخيلين أنك أصلا ماخذة وجبة فيها رز ولا جريش ولا قرصان على هالفخامة هذه، تحسين أنك ماخذة ما أدري شو أقول، مرة مرتب. الحجم الصغير وهذا الحجم الكبير منه، صراحة صدق يعني ما أقدر أتجاوز هذه الفقرة في كيف أنهم مغلفين وكيف حاطين لكم السفرة وكيف مغلفين لكم أصلاً هذا الصحن. طبعاً هذا ما يسترجع يعني يجلس عندكم، كيف مغلفين لكم إياه بقصدير وتحت القصدير فيه ورق زبدة وفوقه فيه هذا البلاستيك، يعني صدق مرتب. هذه واحدة من أهم الأشياء اللذاذة، المطعم بالملقة يبعد يعني عن المكان اللي أنا فيه مرة بعيد يعتبر، وجايني الأكل ساخن بمعنى الكلمة ساخن. اللي أقول لكم شايفين أول شيء البلاستيك شلته، القصدير وتحته شوفوا ورق الزبدة، شوفوا قد إيش مهتمين بالتغليف بطريقة صحية. مو بس كذا أصلا يوصلكم الأكل مرة ساخن. فولي المقلوبة واو، يعني أعطيهم 10 من 10 لأن المقلوبة الدجاج محمر، يعني مو جاي الدجاج كذا جايكم كيف مكسر، لا الدجاج محمر الحالة. الله الله الله، اللحمة طازجة، لحم غنم النعيمي طازج، الطعم ولا غلطة، وكذا يعني تذوب اللحمة بفمكم. شوفوا أنا اللحم بالنسبة لي إذا ما يذوب بفمي ما أقدر أكله، إذا ما أدري شو أقولكم، إذا ما يذوب فعلا يذوب بفمي ما أعتبره أنه لحم لذيذ، لذيذ مرة. نجي لهذه الفقرة اللذيذة، ذقت هذه الشطة وفيها كذا فيها شوية حموضة لذيذة مع شوية طحينة، بسم الله يبلنا شوية سلطة مع هذا البصل المقلي. سلام، كل شيء لذيذ. والله وغلا رز ولبن وبعدها نومة. يا سلام سلام، أبي نفس، أبي هذه. الله لا أبي هذه، هذه يا سلام نورة. صراحة ما أبي أشبع من اللحم، بس أبي أدب في الثانيين، بس لذيذ مرة. دقيقة يا قلبي دقيقة دقيقة يا بعد الدنيا، خليني أسوي لي لقمة كذا منعنعة. يا سلام، أعطيني لحم. خلاص خدتها. هذا الصحن يكفي تقريبا نورة عادي تفضل 4 أشخاص تقريبا، لذيذ. ها اي مرة ذايب اللحم مرة، يا فيه العافية. أنا أستمتع وأنت تاكلين بيدك. ما ياكل بيده. فاته نص عمره. ما يستلذ. سبحان الله يعني فيها لذة. يعني طريقة أكل كذا تقليدية. أعطينا شوي من الثقافة، لازم جانب الثقافة. ها يا قلبي ها ها. أكثر الأشياء اللي أموت عليها الجريش. يا رباه. يعني صراحة شطتهم فيها نكهة. كل شوي أغير جهة أكلي، مو طبيعي اللذاذة. نورة ذقت الجريش صح؟ نجا ذقت الجريش؟ مو طبيعي. أجلة لا يفوتك الجريش، مو طبيعي. اللحم إيه ما شاء الله تبارك الله، مرة مرة لذيذ. لحظة شوي، ما شاء الله الخضار كيف مصفوفة صف. خلوني أسوي لي طريق. اللي يعجبني ان الدجاج جاي كذا محمر. بنات والله ما جامي، تعالوا ليه فوتكم. فنش
واللحم مو عادي، اللحم مو عادي يعني صدق، من أكثر المطاعم اللي ما شاء الله كذا لحمتهم فيها نكهة لذيذة. هذه الكبسة والرز الأحمر، عاد أنا مرة أموت على الرز الأحمر، والدجاج كذا جايكم محمر، والبصل المقلي والهالليمونات، والصوصات يعني صدق، الطحينة مع الشطة موت موت ما شاء الله، يعني صدق كل شيء. تعالي نزلة نزلة، حياك الله تفضلي، لأن هذه بتعجبك حتى فيها طعمة الليمون هذا. إذا ما ذقتي هذه الكبسة يعني فاتك، ما راح أقول نص عمرك، ثلاث أرباع، بسم الله عليك يعني عمرك. فقرتي المفضلة نجا، تحبين القرصان؟ أحب كل شيء. يا حياك الله. والله نجلة مو مبالغة إذا قلت لكم من ألذ القرصان حرفيا. القرصان والجريش نادر تلقونها في مطاعم كذا مبهرة ولذيذة بهذه الطريقة، نادر تشوفون، إيه ونادر تشوفون مثلا الدجاج كيف يجيكم محمر اللي على المقلوبة، يعني صدق كأن أم قاعدة تطبخ لكم. هذه السلطة اللي أنا ونورة، نورة يعني نورة بردت قلبي تقولها. هذه السلطة جايبينها من الحديقة فريش، إيه والله يعني المطعم سلطة، إذا بدون كبسة سلطة زلطة، خلاص زلطة. لا المطعم تبسي اللي يعجبني فيه غير انه الباكيجينج خرافي، غير ان التغليف يجنن، غير ان النكهات موزونة صح، يعني احس انه طبخ بيت، احس اني قاعدة اكل من بيت. تم اللذاذة كلها بهذا الحلى اللي هو حلى التمر من تبسي، طبعا ما يحتاج احكي لكم. عم يواجه في العزايم، عندكم استراحة أنت وصحباتك بالدوام بتتغدين عليه، صدق صدق المطعم يواجه يواجه يواجه. ونجلة أختي تقول إذا عندكم ضيوف من الخارج، هي تتوقع أن متابعيني عندهم قرايب، أكيد قرايبهم ولا نسايبهم من الكويت ولا من البحرين، أي صح، أكل أكل سعودي لذيذ فعلا فعلا. لا في هذه ممتازة، والله مرة مرة